السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا مشروع هام جدا في ميدان السكك الحديدية، وهذا المشروع الذي سوف يربط مدينة أم بواقي بمدينة خنشلة على امتداد مسافة حوالي 60 كيلومتر، واللي يقع في يعني ما يسمى بالمنطقة تاع الهضاب العليا، وهو يدخل في إطار يعني تدعيم شبكة خطوط السكك الحديدية للهضاب العليا، واللي سوف تكون إن شاء الله المنطقة القاطرة نتاع البلد ومنطقة النمو الاقتصادي للوطن باستكمال إذن هذه سكون أبل لا روكاد ديو بلاطو، استكمال منطقة تاع الشبكة تاع السكك الحديدية في الهضاب العليا، وبالتطوير بنوازات المناطق الصناعية في هذه المنطقة. وأحيي المؤسسة الوطنية لانسريف، هي وكالة وطنية للدراسة وتسيير المشاريع والاستثمارات في السكك الحديدية، اللي راهي قائمة بدورها في تطوير الشبكة تاع السكك الحديدية، وكذلك الشركات التي تساهم في بناء هذه الشبكة الضخمة للسكك الحديدية، التي سوف تصل عندما تنتهي الأشغال كل الأشغال بها إلى 12,000 كيلومتر من الخطوط السكك الحديدية ذات السرعة نتاع 160 كيلومتر في الساعة. وكل الشركات المنجزة وعلى رأسها شركة كوسيدار ومكاتب دراسات الأخرى التي تساهم في تأطير هذه المشاريع. بدون ما نزيد نطول عليكم، نخليكم مع هذا الفيديو الرائع حول الأشغال نتاع هذا الخط اللي يربط مدينة أم بواقي بمدينة خنشلة، والسلام عليكم. مشروع ربط ولاية خنشلة بشبكة السكة الحديدية، والذي تضمنه البرنامج التكميلي للتنمية لسنة 2022. خط جديد لنقل المسافرين والبضائع يربط ولاية خنشلة بولاية أم البواقي على مسافة 51 كيلومتر، وبسرعة قطارات تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة. ينطلق من محطة عين البيضاء ليعبر محطات كيرينا في الكيلومتر 19، متوسة في النقطة الكيلومترية 29، بغاية في النقطة 42، وصولا إلى المحطة المختلطة لنقل المسافرين والبضائع بخنشلة ذات الهندسة المعمارية المميزة. تم تقسيم هذا الخط الجديد على مقطعين يتكفل بإنجازهما تجمعان لشركات وطنية أبانت عن إمكانات كبيرة وخبرة واسعة في التعامل مع المشاريع الكبرى للبنية التحتية. يمتد المقطع الأول من عين البيضاء إلى فكيرينا على مسافة 20 كيلومتر. أسندت مهام إنجازه إلى تجمع شركات تشرف عليه شركة الهندسة المدنية والبناء جي سي بي، فيما يتكفل تجمع آخر تشرف عليه مؤسسة كوسيدار للأشغال العمومية كرئيس لشركات الإنجاز بتجسيد المقطع الثاني الذي يربط فكيرينا بخنشلة على مسافة 31 كيلومتر. أما مهام المتابعة والمراقبة فقد أوكلت إلى تجمع مكاتب دراسات وطنية تشرف عليها شركة الدراسات التقنية وهندسة السكة الحديدية ستيغاري. هذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال منذ 9 أشهر يشهد اليوم وتيرة إنجاز متسارعة على طول المقطعين، إذ وقف القائمون على المشروع منذ البداية على تجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل تسليمه في آجاله المحددة.
فبعد الانتهاء من وضع قواعد الحياة وتحرير الرواق، عرفت أشغال التسطيح من حفر وردم تقدما كبيرا على طول المقطعين. بالموازاة مع ذلك، باشرت مؤسسة الإنجاز بناء المنشآت الفنية وروافد الجسور البالغ عددها 28 جسراً وبعض الهياكل الضرورية لتشييد المنشآت الفنية. وفي وقت يبذل القائمون على المشروع قصارى جهودهم لرفع العراقيل التي تعيق تقدم الأشغال من خلال تصحيح المسار عبر إحدى النقاط والتسريع في إجراءات نزع الملكية التي كثيرا ما تقابلها اعتراضات ملاك الأراضي، إضافة إلى التنسيق مع السلطات المحلية والهيئات المختصة قصد مباشرة أشغال تحويل شبكات الكهرباء الماء والغاز والتي تتقاطع مع مسار السكة. بشرت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية مؤخرا إجراءات التعاقد مع شركات إنجاز أشغال الإشارة والاتصالات والطاقة بغية الانطلاق في الأشغال في أقرب الأجل. مشروع ضخم سيفتح على المنطقة أفاقا اقتصادية واسعة ويعطيها دفعة تنموية كبيرة، رهان تخوض المؤسسات العمومية غماره لإثبات إمكاناتها وترجمة خبرتها في تجديد المشاريع الاستثمارية الكبرى في البلاد. وتواصل معها الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية تحدياتها في البناء والتشييد من أجل غد أفضل.